وهذه رسالتنا، هي قوتنا في حنكتنا، بأن تم كسر القنطرة الفاسدة لخلق الفتنة بين فنانين، بين سفيرين للفن المغربي عبر العالم. إخواني أخواتي الأعزاء، احنا ضامدنا مع الرابور ديالنا، ولكن طبقا لمقتضيات ما ينص عليه قانونان، وطبقا للدبلوماسية الموازية، وطبقا لسواسيتنا في الحركة، لقيت فنان محبين لفاين ديالنا مع الحركة تحبوا ميلودي، الفنان الميلودي كان عندنا واحد، هي الأولوية المناضل ديالنا، ولكن أصبح واحد منا باش نهرسوا لهاد الناس اللي بغي يخلقوا الفتنة، هاد الناس اللي عندهم أهداف مخططة لخلق الفتنة تبي الفنانة. لقد خسرتم الرهان، واحد تحية شرفية ملكية دائما وأبدا للفنانة الاثنين. الفن لا حاجة وحدة اللي غنقول لك كرئيس، كرئيس حركة شباب ملكي، كمؤسس تقليد مصاري فني ابننا فهو على عاتقك. بالنسبة لخويا أمير درخو، وغادي نتمو ولي تتم، إني أعلنها علنيا وأمام الله والرسول، راه اللي قاس شي فنان من الفنان جمعية حركة شباب ملكي من ضمنهم السي الميلودي ما يلمو إلا نفسه. إخوان غنقول لكم كلمة واحدة، أنا من الناس اللي خرجت واحد لا فيديو وقلت باللي غنتابعو السي الميلودي قضائيا، أنا قلتها وراه خرجت. جاتني 200,000 مكالمة تقول باللي غتنحبوه، وفي الاخر جلس انا والرئيس في الليل وقلت ليه بيني وبين قاتل حبت انا الميلودي بصراحة. شوف سامحني وتنحبوا سي امين وهادوك الناس، تطلب انا قدام العموم راه سي الميلودي تطبق عليه واحد الكلمة مغربية اللي هي بوهالي وقلبه كبير. كل ما قيل وكل ما يقال مع دوك الاشباح اللي مخبين ورا ديال دوك الشاشات ديالهم، هذوك راهم يخبقونهم، ما يمكنش يمسوا الفنانه ديالنا، لان الفنانه ديالنا راه عندنا في القلب وفي العقل. اذا نتمناو مسيره جميله للسي العادل، ومسيره جميله للاخ ديالو الصغير سي امين، والحمد لله والشكر لله على هذه الساعه المباركه. السلام عليكم.